ننتقل لمحطة جديدة. هول محطات حياتك. يلا اوكي تاني. الولادة كان لازم تعمل معي اللقاء وقت عمري 30 سنة، كنا خلصنا محطتين ثلاثة. الولادة من الخاصرة عام 2013، المسلسل اللي ضم نخبة كبيرة من النجوم السوريين من بينهم قصي خولي، عابد فهد، ديما أندلافت وكتار غيرهم، تدعيهم يرجعوا للدراما السورية؟ لا ما بدعيهم، لأنه هن عم يشتغلوا هلا، يعني الدراما السورية الحركة الفنية فيها قليلة كتير، هن عم يشتغلوا برا وعم يساووا أعمال مهمة، عرفت شلون؟ وهلا على فكرة ما بدعيهم، لأنه صدقني أنت تجي بدك تعيد مسلسل بعد 10 سنين أو 15 سنة، يعني هلا أنا سمعت إنه في مسلسل اسمه صبايا الجزء الثالث، عرفت شلون؟ الصبايا ما عادوا صبايا، عرفت شلون؟ فكيف بده يلاقوا له تخريجة؟ بقى هون القصة، ممكن يكونوا بنات الصبايا هن صبايا، عرفت شلون؟ وطبعا يمكن هيك بدهم يشتغلوا أو شيء. ننتقل لمحطة جديدة. شو بدك؟ ننتقل لمحطة جديدة. الكندوش من عام 2021 لعام 2022، شاركت بهالمسلسل وكنت من فريق الإدارة، ولقى العمل ضجة إعلامية كبيرة قبل عرضه، ولكن الجزء الأول خيب الأمال وفشل، صح؟ صح. مين السبب برأيك؟ هلا أول شيء أنا تركت الشركة من أول سنة، السبب الأساسي إنه نحن إجانا عمل مكتوب 90 حلقة، فنحن بالنسبة إلنا على فكرة يعني فرصة كبيرة إنه نضغط ونساوي 30 حلقة. حاولت أقنع الشركة إنه نساوي 30، ما رضيوا، ساووا جزئين. فهو الجزء الأول فيه مونوتون، يعني حسام تحسين بيك كاتب 10 حلقات الأولانيات باسترسال هائل، واصطدمنا بعدة أشياء طبعاً ما بدي رد أقعد أذكرها. يعني أنا بحمل المسؤولية للمخرج سمير حسين، لكن هو فيه اختصر كان العمل، وهو كان فيه نسقه بطريقة مهمة. يعني أنا سبب اختياري لسمير حسين كان أنه هو شخص أكاديمي يستطيع أن يفعل المستحيل بدراما عربية، دراما يعني شامية، كونه خريج بريطانيا وكذا، فهو ما اشتغل على النص. ندمت؟ ما ندمت، لأنه على فكرة يعني حتى أنا وقت دخلت كمدير شركة يعني تعرضت لكتير شغلات، يعني مثلا صار ابنه بده يصير مدير الشركة وبده يتدخل بالقصص هي كليات، عرفت كيف؟ وأنا حسيت حالي أنه يعني ما لازم اشتغل، فتركت لهم الامور كلياتها بدون ما اخذ منهم لا اجار ممثل، خليت عن مستحقاتي، نازلت لهم عن كل مستحقاتي مشان اخلص منهم. بس اثرت الجدل بهالمسلسل بعد تصريحك بانك عم تفتش على ممثلات سوريات بدون فيلر وبوتوكس للمشاركه فيه، شو كان هدف اللطشه؟ ما لقينا، بدنا بنات ما بيشبهوا بعضهم، يعني صايرين كلهم بيشبهوا بعضهم، فالطلب كان انه نحن بدنا بنات يعني لسه طبيعيات. يعني لذلك انت بتلاحظ بالعمل كان في قسم كبير من خريجات المعهد الجدد، يعني بس يعني في ممثلات على فكره اذا بقول لك يعني نحن بالتصوير فاتوا وصار لهم زمان ما عرفناهم، والله العظيم ما عرفناهم، يعني كل الكاست ما عرفون، لا سأل مين هدول، بالله هي كذا. يعني هي المشكلة الأساسية عم يصير معنا بالتمثيل، إنه نحن منفوت نحن والممثلة بنفس العمر، بعد 30 سنة بنلاقيها عمرها 20 سنة، بكون يعني لازم تكون صارت 50 أو 60 بصير عمرها 20. يعني عم نشوف الممثلات أغلبيتهم عم يموتوا بالحضانة، يعني من كتر ما عم يساووا تجميل، يعني ما عاد صفي وش طبيعي، العضلة ما عادت عضلة، يعني أنت لما بتعمل هاي الشغلات العضلة خلص تنشل، ما بتعود يعني بتساوي شيء. فلذلك نحن يعني صرنا ناشد انه الممثلات يحافظوا على اشكالهم. عم نشوف صوره الصبايا على الشاشه، ليه ما شفناك الا بجزء واحد منه؟ هو نحن كان صبايا كان في كل مره بيجي ضيف شرف على حلقه، اوكي نحن كنا ضيوف شرف على المسلسل يعني.